ليه الاسترس مهم عندي في اللغة الإنجليزية؟ لأن الاسترس دوت ممكن يغير تكوين الكلمة ومعنى الكلمة. ريكورد 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 ريكورد. لما قلت الريكورد وعملت استرس على المقطع الأول بقى معناها سجل أو رقم قياسي، لكن لما عملت الاسترس على المقطع الثاني ريكورد أصبحت معناها إيه؟ يسجل. أوبجكت 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 أوبجكت. لما عملت استرس على المقطع الأول وقلت أوبجكت بقت معناها مفعول أو غاية وهنا اسم، لكن لما عملت الاسترس على المقطع الثاني أوبجكت أصبح معناها يعترض وأصبحت إيه؟ فعل. يعني كونتراكت 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 كونتراكت. لما عملت استرس على المقطع الاول وقلت كونتراكت بقى معناها ايه؟ عقد، وهنا الكلمه اسم، لكن لما قلت كونتراكت وعملت استرس على المقطع الثاني اصبح معناها يتعاقد ومن اسم اصبحت ايه؟ فعل.